تحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى السنوية 75 للهجوم المباغت الذي نفذه الطيران الياباني على ميناء بيرل هاربر والذي أدى إلى دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. الهجوم الذي شاركت في موجته الأولى 328 مقاتلة يابانية أسفر عن مقتل 2403 أشخاص وتدمير الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ. المئات من الناجين وقدامى المحاربين تجمعوا لحضور فعاليات الذكرى. هذا الناجي يقول: القصف دمر كل شيء، بحار ألقى لنا بالحبل، كان حبلا ثقيلا وقمنا بربطه حول أنفسنا وقمنا بتسلق الحبل عبر السفينة لمسافة 70 أو 80 قدما. لا أعرف حتى الآن كيف استطعت فعل ذلك، لكني لازلت حيا. أما هذا الناجي فيقول: بقينا في المكان وسحبنا الجثث والمصابين من وسط النيران. بعد 40 دقيقة وجدنا المياه وصلت في مؤخرة المركب إلى ركبنا. شخص ما طلب منا إخلاء السفينة، وبالتالي حملنا الجثث التي لدينا والأشخاص الذين أنقذناهم في زورق وأخذناهم إلى المستشفى. إحياء الذكرى يتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى بيرل هاربر. آبي الذي سيكون أول زعيم في تاريخ بلاده يزور الميناء الأمريكي أكد أن زيارته ليست للاعتذار عن أفعال اليابان.